بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم نحكي وهون وجهه غريبه شويه اللاعب النجم الساحلي حمزه فرج في كره اليد، باش ناخذ عنده اكثر تفاصيل على الوجهه هذه. موجود معنا مباشره من ايطاليا حمزه بالتليفون. اهلا بك حمزه. مرحبا بك سلام. مرحبا بجميع المستمعين في اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله خويا، شنو احوالكم انتم؟ لاباس الحمد لله. عيدي في ايطاليا سنة اول عيدي هذا في ايطاليا خويا. الله غالب داك شحب ربي يبارك. اي علاش الله غالب؟ حاجه باهي مش خايب. اكيد اكيد باهي. حمزه الوجهه غريبه شويه كما قلت انا من الاول، ايطاليا في الهوند ما ايش كالتشو في الفوت، كيف جات الحكايه بالضبط؟ يعني اول احس ما تعرف بطبيعه اني يعني عملي وصححت مع ليتوال 3 سنين، يعني الكونترا نتاعي مازال فيها عامي. الظروف اللي في ليتوال عشناها هي اللي خلتني نخرج، ما حبيت نخرج بالطريقه دي خاطر ليتوال جامعتي هي اللي كبرتني وكونتني. بطبيعه ما ننساش فضل ساقيت زيت العديد فيهم 3 سنين وهزيت معهم 3 تيتروات. اما ظروف سنة رغم اللي خرجوا 11 جوار عامي والبرشا ظروف صعيبه برشا خلاتنا ما نجموش ننجحوا وما نجموش نتقدموا كجوارات ولا كجروب كامل. هذه الحاجة اللي خلتني نخرج. من بعدها فما أجون عارفوا عندي برشا ديجا طالياني، كلمني على كيف في إيطاليا، كلمني على البروجي متاع الهوند في إيطاليا. إيطاليا تحب تعمل كيف البرتغال والبرازيل اللي هما 5 سنين و6 سنين تالي ما كانوش موجودين جملة على الساحة متاع الهوند، لا في العالمية لا في حتى معناها في إيطاليا والبرتغال، حتى في الأوروب ما كانت تستعمل في حتى رجل. كيفية متواضعة كانت اي صحيح، متواضعين برشا. عملوا بروجي على 4 و5 سنين باش يطوروا من النيفو نتاعهم. هذاك هي ايطاليا تو شنو البروجي المتجه فيه، تحب ديما تجيب برشا محترفين، تو تحب تقوي الهوند نتاعها، يصرفوا برشا، الماتشات نتاعهم الكل تيليفيزي، يحبوا يجيبوا محترفين من الدول الكل. ديجا حتى ليكيب اللي كلمتني هذه اسمها ازدي الباترو من سيراكوزا في جزيره سيسيلي، ثم 4 وحيد من الارجنتين وجوار من مقدونيا معايا في ليكيب، قاعده تحب تطور، قاعده تحب تخدم، تحب توصل للنيفو اللي يخليها تلعب بالباهي في اوروبا ولا علاش لا في العالم. دونك صار الاتصال معهم، قالوا لي نصحوا عام وعام قبل التجديد. قلت لهم ما فما حتى مشكل، ما غزرت لهاش كوتا انه ماديه من الاول، ما خاطر حتى امور ماديه باهيه مش باهيه، ما ماهيش الحاجه الكبيره، ما خير من تونس من كل النواحي، كانفراستركتور كظروف خدمه ككل شيء لنا خير. غزرت لهاش من ناحيه ماديه، غزرت لها من ناحيه كرويه، علاش لا تكون لي خطوه بوابه لبرشا دول في اوروبا، لازم تكون لي لفرنسا لاسبانيا لالمانيا لغيره. وعلاش لا ان شاء الله كان كملت فيها والظروف ديما خير نقعد لنا علاش لا، سينو ان شاء الله تكون لي بوابه لدول ما خير ان شاء الله. سينو الخروج من ليتوال انت سو كونترا كيفاش عملت؟ الخروج من ليتوال صحت معهم 3 سنين، وكيف ما قلت لك الظروف ما مشاتش. واحد كان حب يكمل في جمعيته ويهز معها تيتروات ويلعب خير، اما الغالب هذا الشحكم. فهمنا بالطرازي باني عندي مونطون نسالو معناها من اول عام، عندي مونطون باهي نسالو ليتوال، دونك سامحت فيه تنزلت على المبلغ هذاك باش نجمت نخرج. دونك خليت فلوسك وخرجت فسخوا الكونتراتو. اي خليت فلوسي باش نجمت نفسخ. نجمو نعرفوا قداش المبلغ خليته؟ المبلغ علاش المبلغ؟ اي مش مشكل. ما نجمش نقول على المبلغ. باهي مبلغ. باهي مش مشكل. دونك تجربة جديدة، فريق في القسم الأول بطبيعة يلعب؟ أكيد إيه، في القسم الأول هذا فريق اسمه الباترو، عنده تقاليد كبيرة في نتاعهم في إيطاليا. كيف ما نقولوا نحن في تونس مكنين بني خيار مهدية، إني كبلاصة الناس كل تبع هوند تفهم هوند، مش كيف مثال تو نقولوا مش كيف كيفات أخرين في تونس. دونك هذه البلاصة كيف مكنين بني خيار مهدية من نوع هذاك، إنه الناس كل في الشارع يفهموا هوند يتبعوا هوند، عندها تقاليد، هزت الشامبيونات قداش من مرة قبل، سنين الأخرى تراجعت شوية ما هزتش في آخر 15 عام ما هزتش حتى شامبيونات، ما ديما في شامبيونات ولات تكمل 5 6 7 8. توا عاملين بروجي يحبوا يرجعوا للمراتب الاولى ويهزوا الشامبيونات. الاهداف نتاعت الشامبيونات الهدف معناها تلعبوا الهدف نتاعها سنة الدور الاولى، وعلاش لا كان وصلنا هزينا الشامبيونات. ما تلعبوش مسابقه اوروبيه ولا حاجه؟ لا كنت كي تهز الشامبيونات الاولى ثاني يلعب في التصفيات نتاع الدور الاوروبي، اما بور لومون هي عاملين قلت لك كامله ثامنه، دونك ما تنجمش تلعب ان شاء الله سنه علاش لا. دونك الهدف نتاعك كما قلت لي خطوه باش تكون الفريق ما احسن في اوروبا ان شاء الله. بالضبط المنتخب بتخمم فيه؟
اكيد فما حد ما يخممش في المنتخب، واحد يخدم يحاول يحسن من روحه كل عام، يحاول يستغله باش يزيد يطور من روحه اكثر، وعلاش ليه اذا كان يجي نهار ان شاء الله علاش ليه. اي عبد يتمنى باش يلعب في المنتخب. بديت في الانترينمون ولا ما زلت انت وصلت عندك نهارين؟ وصلت وصلت عندي نهارين، ما فما كونفينمون 10 ايام بعد وبعدها نبدا معهم ان شاء الله. ديجا هما باش يبداو ورا الشهر، يعني لو 30 جويي يبداو البريباراسيون فيزيك نتاعهم، حتى الشامبيونا لنا تبدا في سبتمبر، تبدأ في سبتمبر. ياخذوا ال 30 40 يوم بريباراسيون قبل ما تبدا الشامبيونا. نعرفش فما عرب معاك توينسا في ليكيب ولا ما فماش؟ لا ما فماش عرب، ما فما محمد علي حميد ديجا مازال كيخدم دروزيام دوغري، يعيش لنا هو وعائلته، ورانا لعب فيها قبل ويراني في الليجون نتاعها في الباترو، ديجا هو ديجا طول يقطع معايا ويعاون فيها برشا. يراني في الليجون نتاع الباترو، كاهو لعب هون قبل اصله مش شابه، كاهو يعني هو بور لو مومون يعيش لنا ويراني في الليجون. خويا بالتوفيق ان شاء الله. ميرسي بوكو، عايشك سلام، ونشكر اذاعه اكسبريس اف ام على الاستضافه هذه. مرحبا بك حمزه، وبالتوفيق ان شاء الله في تجربتك في ايطاليا. علاش ليه كما قلت عندهم بروجي مهم في كرة اليد دي مالية، إن شاء الله نشوفوك في فريق ما أفضل وفي بطولة ما أحسن فرنسا كما قلت أنت، إسبانيا ألمانيا الأقطاب المعروفة في كرة اليد. هكا نكملوا في البلاي اليوم، شكرا على باشا ومن الأساسي في الإخراج، أيضا شكرا ناصر الساكري في الإخراج الرقمي. أجمل تحية، تسلم مدى بعيدكم بلوك النسل.